طيب، كان لافت للنظر بأنه في تظاهرات اليوم في بنغلاديش وفي فرحة الشعب البنغالي بهروب الشيخة حسينة بعد هذه الثورة العارمة، رفع المتظاهرون أعلام فلسطين الحبيبة في إشارة منهم إلى أنهم يتابعون الأحداث عن كثب والمتعلقة بنضال الشعب الفلسطيني. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أخي الكريم، اليوم الشعب الفلسطيني أو النضال الشعب الفلسطيني أو الثورة الفلسطينية هي أصبحت ثورة كل شخص على سطح الكرة الأرضية يطالب بحريته وكرامته. رفع العلم الفلسطيني وجدناه في الجامعات الأمريكية، الجامعات البريطانية، في فرنسا، في إسبانيا، في الدول الإسكندنافية، في أغلب دول العالم. كل دول العالم أو أغلب شعوب دول العالم وخاصة فئة الشباب هم يقفون مع الشعب الفلسطيني، مع مطالب الشعب الفلسطيني، مع حرية الشعب الفلسطيني، مع كرامة الشعب الفلسطيني، مع أعطاء الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وطرد الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في 67. لا شك بأن إسرائيل قد استفحلت في السنوات الماضية وارتكبت مجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، بحق الأطفال، بحق النساء، بحق الشيوخ، بحق كبار السن. قامت بتدمير البنى التحتية، بتدمير المساجد، بتدمير الكنائس، بتدمير المشافي والمستوصفات، بمحطات المياه والكهرباء، وكذلك المصانع والمعامل والمزارع. كل ذلك هو لم يغب عن العالم أو عن الإعلام في دول العالم، ولذلك نجد بأن العالم هو يقف مع الشعب الفلسطيني ومع معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في المجازر الأخيرة التي ارتكبت في غزة وفي بعض المدن الفلسطينية المحتلة الأخرى.